مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من هاشتاج بالعراقي. اليوم في هذه الحلقة راح نتحدث عن جريمة بشعة تضاف إلى مجموعة الجرائم البشعة التي تستهدف إذا كان هنالك من فئات أو طوائف أو حتى أديان، وفي بعض الجانب أو بعض الجوانب من عندها أيضا هي اللي تستهدف مباشرة بعض الأقليات الموجودة في العراق. الجريمة كنا سمعنا عنها وهي الجريمة البشعة اللي كانت بحق العائلة المسيحية في منطقة المشتل، واللي راح ضحيتها 3 من الأشخاص، وطبعا من خلال أيضا أكثر ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويشير إلى أنه هذه العائلة هي عائلة بسيطة جدا، هذه العائلة هي مسالمة جدا، يمكن أحد أو أكثر من جيران تحدثوا على أنه هذه العائلة هي عائلة يعني حتى ما سامع نحسها، شخص طبيب وهو رجل مع زوجته وأم زوجته كانوا موجودين في هذه العائلة. تم تنفيذ جريمة قتل بحقهم وهي جريمة بشعة جدا، طعنا بالسكاكين ثم بعد ذلك سرقة ممتلكاتهم وحتى مستمسكاتهم. قبلها كان هنالك طبعا أيضا في نفس المنطقة تقريبا في منطقة النعارية ببغداد أيضا قتل، جريمة قتل بحق شاب أيضا مسيحي وهو قتل بدم بارد من قبل بعض الأشخاص. سيد العميد سعد معن قال لنا أنه إحنا لقينا القبض على العصابة التي قامت بهذه الجريمة البشعة، لكن هذا دائما ما يخطر إنه في البال إلى أنه هل من الممكن أن عادت مرة أخرى استهداف بعض المواطنين العراقيين على أساس طائفتهم أو دينهم أو حتى على أساس معتقدهم. فكل هذه راح تكون طبعا هي ضمن حلقتنا واللي إحنا اختارينا لها عنوان مصير الأقليات في العراق إلى أين. خلونا بالبداية طبعا أرحب بضيفي الأب زهير ققي كاهن رعاية السريان الكاثوليك في الأردن. مرحبا بك. أهلا وسهلا أبونا. يعني أكو هواي اليوم عندنا من إحصائيات تشير إلى أنه أكثر من 80% من المسيحيين في العراق غادروا العراق واتجهوا إلى دول الجوار أو حتى سافروا إلى دول غربية. تعتقد اليوم الاستهداف ل يعني المسيحيين في العراق هو منظم؟ يعني ظروف إذا كان منظم وإذا كان غير منظم النتائج هي نفس الشيء واحدة. يعني واحدة. ليش؟ لأنه اللي ما راح يحس بالأمان واللي ما راح يحس بأنه هو ممكن أن يبني حياته ويستقر في البلد فأكيد يضطر أنه يترك البلد، خاصة وأنه في كثير من عندهم وصلتهم تهديدات يعني إلى بيوتهم بأنه لازم إما يتركون البيت أو يدفعون ضريبة أو يدفعون جزية أو ما بعرف شو. فهاي الأمور الإنسان يعني يحاول أنه يتلافاها بحياته، وأفضل طريقة أنه تتلافاها تطلع بره يعني لأنه ما ممكن أنه أنت تعيش تحت تهديد. طيب أبونا، يعني أيضا اليوم يعني بالعراق كان هناك وجود الديانة المسيحية كان يعني مميز وكان طبعا بمساحة كبيرة جدا، كانوا في مناطق كل المحافظات العراقية ومناطقها، لكن ما تقدر يعني ما تعتقد إلى أنه اليوم عدم وجودهم في العراق قد يعني يسوي نوع من الخلل بالديموغرافية الخاصة بالشعب العراقي، يعني هم مكون رئيسي وأصحاب الأرض خلينا نسميه بطريقة. هو أكيد التغيير الديموغرافي راح يكون نتيجة حاصلة لما جرى بالعراق من 2003 إلى حد اليوم. يعني مثل ما قلنا إذا الإنسان ما يقدر يعيش بعد في منطقة معينة مضطر، يعني مو شرط إلا تحت تهديد السلاح، حتى تهديد يعني أبسط الأمور المعيشية أكيد هذا الشيء أثر علينا. إذا يكون هناك تفضيل بالمدارس، إذا يكون هناك تفضيل بالوظائف، إذا يكون هناك تفضيل بالعمل، إذا كان فبيحس نفسه بأنه هو دائما بدرجة ثانية، يقول ليش ما أحاول أن أبني حياتي بمحل ثاني، بمكان آخر يكون على الأقل في احترام لشخصيتي أو لإنسانيتي أو بغض النظر عن الهوية الدينية أو الطائفة أو غيره. طيب يعني أنتوا أيضا يعني اليوم كرجال دين من خلال يعني الرسالة اللي هي عبارة عن عظة لكل الموجودين والمسيحيين، تحس إلى أنه لما تتحدث مثلا اليوم وأنت خارج العراق، يعني تحس إلى أنه لما تتحدث لهم بأنه ضرورة أن يكون هنالك من سلام مجتمعي، ضرورة أن نتعايش إحنا ويا كل الأطياف، وهم جايين اصلا من مكان صراع او خلينا نسميها انه هم ضيق عليهم وجوي، ما تحس هذا بغصه شويه ممكن أو يعني الواحد اكيد ما يطلع ما صح بين يعني خلينا نقول هجره العراق المسيحيين اذا كانوا مسيحيين واذا كانوا حتى يزيديين واذا كانوا حتى طوائف اخرى واقليات اخرى،
ما اجت بين يوم وليله، يعني ما انا كنت نايم وصحيت الصبح قلت خلص انا راح اطلع من العراق ولازم اسافر. يعني اكو مثل ما قلنا كل هاي ال 14-15 سنة تحاول أنه تزرع نوع من الشك، تحاول تزرع نوع من اليأس، تحاول تزرع نوع من عدم حتى الانتماء، خلينا نقول يعني رغم أنه واحد يبقى منتمي طول حياته إلى وطنه وإلى أرضه، لكن ضحي بشيء من أجل شيء آخر. يعني ضحي حتى بالتراث، ضحي حتى بالأرض، حتى أنه تحافظ على حياتك، حتى أنه تحافظ على مستقبلك أو مستقبل أطفالك. يعني اللي طالعين واللي يعيشون مثلا بالأردن أو بمحل ثاني ما هم أجوا أشخاص معينين، فإنما عوائل كبيرة، وأي واحد تحكي معه يقول أوكي أنا حياتي خلصت بس أفكر بمستقبل أطفالي. يعني شو راح يكون مستقبل أطفالي بعد كم سنة إذا تبقى الأمور على هالوضع؟ فليش ما أطلع برا وأبني حياتي وحياة مستقبل أطفالي وأخليهم يعيشون بأمان وبسلام وبكل ما توفروا أيضا الحياة من فرص ومن أمور معيشية. طيب يعني أنت اليوم كرجال دين أيضا شنو جزء من الرسالة اللي توصلوها للآخرين؟ يعني تدري الإنسان لما خلينا نقول يغادر جذوره يكون يمكن يعني نفسيته قد تكون هي متعبة، قد يكون هو عنده نوع من يعني خلينا نقول الضغوط النفسية، كل هذه الجوانب شنو اليوم ممكن هذه الرسالة اللي تكون عندكم أنتم؟ يعني أكيد كرجال دين إحنا نحاول أنه نخفف عن هالعبء وعن هالاحتصار النفسي اللي دا يصير بين الناس. بنفس الوقت كل واحد احنا نحترم حريته الشخصيه بالاختيار، ما ممكن ان نتحمل مسؤوليه احد نقول له لا لازم ترجع ونقول له لا لازم تطلع. فهو قرار شخصي. اكيد الظروف اللي عشناها خاصه يعني بعد احتلال داعش لمنطقه نينوى وسهل نينوى، كنا احنا هناك وانا كنت من ضمن المهجرين اللي عشنا فتره قصيره في كردستان أربيل، وبعدين تحولت هنا لأنه أيضا هنا كان أكو بحاجة إلى رعية، يعني بحاجة إلى كاهن حتى يخدمهم حتى أيضا يرتب الأمور. يعني ما فهذا الشيء اللي دفعني أن أجي هنا. أنا يمكن حتى موضوع الموصل راح نحكي به بعد شوية. لا يعني بدي أحكي لا هو نحكي به لأن تدري موضوع الموصل خصوصا وأن هذه المدينة تحمل كثير من الكنائس، هي في مناطق سهل نينوى وهنالك من كثافة لوجود المسيحيين، على أقل تقدير هم يعني خلينا نقول آخر ما بقوا في هذه المناطق، ويعني للأسف بعد وجود داعش وأيضا فكرة وأيديولوجيته باتجاه المسيحيين كيف كانت هي طبعا سلبية. أيضا راح نكون طبعا بعد قليل إن شاء الله الله ويا الدكتور أمجد شموط مدير المركز العربي لحقوق الإنسان، إن شاء الله بعد شوي راح نكون وياه. لكن اليوم أنت كيف يعني اليوم كرجل دين كيف استقبلت الخبر الخاص بهذه الجريمة البشعة اللي صارت لهذه العائلة في المشتل ببغداد؟ طبعا أكيد بحزن، أكيد أيضا أنه الواحد يقهر بأنه يشوف مصير العراق والعراقيين بغض النظر أي شخص يموت بالعراق غدر، أي شخص يموت لأنه كان إنسان بريء، لأنه كان من أي طائفة ومن أي ملة، فأكيد هذا يحزننا. إحنا نريد دائما نشوف العراق يكون بلد خير، يكون بلد سلام، يكون بلد متطور، يحاول أن يكون أيضا قدوة لما يحمله من تاريخ وما فيه من موارد إذا كانت بشرية أو مادية أو غيره، حتى يبني ويدفع. يعني إذا في استقرار وإذا في بناء وإذا في فعلا لحمة وطنية متكاملة، يمكن كثير من الناس اللي هسه حاليا يعيشون خارج يفكرون أن يرجعون ويستقرون مرة أخرى. لكن إذا ظل الأمور دائما اليوم تفجير واليوم قتل غدر واليوم طلقة واليوم ما أعرف شنو، فأكيد هذا الشيء مثل ما قلنا بالبداية بأنه يهبط من عزائم الناس اللي برا وحتى الناس اللي جوا. نعم يعني يحاولون كلهم يطلعون بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو حتى قسم منهم تركوا وظائفهم اللي عنده 20-30 سنة خدمة، بس مجرد أنه يقول لا أحافظ على نفسي أحسن ما أبقى هناك وأفقد حياتي ممكن. أفقد حياتي. طيب زميل مخرج إذا ممكن نشوف ال الخبر اللي طبعا نشر وهو حول الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق العائلة المسيحية في منطقة المشتل، خلينا نشوفها.
طبعا للأسف هذا كان هذا الخبر. ردود الأفعال كانت عن هذا الخبر هي حقيقة ردود أفعال يعني خلينا نقول مكثفة بالضبط، ويعني يمكن هواي أكثر من رد فعل كان عندها. من ضمن طبعا التغريدات اللي كانت موجودة هي تغريدة اللي حنتابعها طبعا الآن لرجل الدين أياد جمال الدين، اللي ممكن إذا ممكن نشوفها الزميل المخرج. طبعا هي كانت تغريدة على موقع تويتر كان يتحدث بها عن هذه الجريمة البشعة، واللي نشوفها طبعا على الهواء. كاتب الدكتور مسيح العراقي هشام شفيق وزوجته المسيحية قتلوا بالسكاكين في منطقة ببيتهم في منطقة المشتل. طبعا يعني هي هنا نشوف هاي التساؤلات اللي طرحها رجل الدين الشيخ اياد جمال الدين. طبعا يمكن ابونا تشوف احنا هذه اين العبادي، انا ميليشيات، انا وزير داخلي، انا المرجعي. من ذلك برايك اليوم العراق يحتاج الى ان يكون هناك من اجراء بالنسبه للمسيحيين بهذه الطريقه؟ لليوم يعني ممكن خلينا نحكي بصفه يعني مباشره، اليوم مسيحيين وجودهم في العراق جدا ضروري. اكيد وجود كل عراقي بالعراق هو ضروري، لكن ايضا مثل ما قلنا بالبدايه يعني اذا انا ما اشعر بامان شنو داعي زهار ردود الافعال من قبل بعض، مثلا السيد جمال الدين هو يعني رجل الدين يعني ممكن تكون، او خلينا قبل ما اطرح هذا السؤال خلينا طبعا اشرك معي على الهواء مباشره الدكتور امجد شموط مدير المركز العربي لحقوق الانسان. مرحبا بك يا دكتور. دكتور اليوم مثل هي جريمه بشعه حصلت لعائله مسيحيه في العراق، وقبلها طبعا لشاب مسيحي، وقبلها كان هنالك من استهداف للازيديين وايضا للصابئه. اليوم ارقام تتحدث عن 80% من المسيحيين في العراق غادروا. برايك هذا يعني في اي بند من بنود حقوق الانسان ياتي مثل هكذا تهجير منظم لفئه او ديانه او حتى طائفه في العراق؟ يعني من حيث المبدأ احنا كنشطاء مدنيين وحقوقيين من دين مستنكر مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تصدر من قبل بعض الجماعات المتطرفة، يعني أنا بسميها، أو الجماعات الخارجية على القانون والجماعات اللا إنسانية، وهذا بطبيعة الحال عمل لا إنساني ولا أخلاقي في المقام الأول يعني قبل كل شيء، ويتناقض جملة وتفصيلا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة إذا نتحدث عن الإعلان الدولي لحقوق الإنسان أو نتحدث عن الحقوق المدنية وحق الإنسان بأمن وسلام واستقرار وعدم الاعتداء عليه وعدم المساس بشخصه أو بسلامة بدنه أو جسده بطبيعة الحال. هذا كله يعني ينسجم وتوافق مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. بعتقد وجود مثل هذه الجماعات الإجرامية حقيقة في أي دولة وخصوصا يعني عانى منها العراق، اخواننا في العراق الشقيق، يعني حقيقه وعلى مدى اعوام طوال في الفتره الماضيه من تنظيمات متطرفه وتنظيمات تؤمن بلغه السلاح والتطرف والعنف وتهدد الامن والسلم الاجتماعي ليس في العراق وانما في المنطقه، ومنطقه المنطقه العربيه ومنطقه الشرق الاوسط، تهدد امن والسلم الاستقرار العالمي. طيب. استهداف فئه ودون يعني تحديدا في اطار حمله ربما ممنهجه من قبل بعض الجماعات او التنظيمات المسلحه هو يتعارض ويتناقض كما اسلفت مع المعايير الدوليه لحقوق الانسان، وامر يعني وعمل لا انساني، بل على العكس تعتبر من جرائم الحرب او جرائم ضد الانسانيه حقيقه. طيب دكتور امجد، يعني بالتالي اليوم العراق اذا في مثل هيك جوانب وهي قد تكون تجاوز مباشره على حقوق الانسان، وايضا يعني المنظمات الدوليه التي تعنى بحقوق الانسان، الامم المتحده تحدثت على ان العراق هو ليس بالارض الخصبه لممارسه الاقليات لشعائرهم ودياناتهم وغيرها من الجوانب، تعتقد انه هذا قد ممكن يؤثر على صورة العراق بالنسبة لباقي يعني الأديان أو حتى مثلا الدول أو حتى باتجاه مباشر بالأمم المتحدة؟ نعم، شوفوا للأمانة يعني تاريخيا احنا ما كنا يعني نسمع في العراق انه في تمييز او في قمع فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية يعني من قبل الدولة العراقية، يعني الدولة بمفهوم المؤسسات بمفهوم المؤسسات وسيادة القانون،
الآن ربما بسبب الظروف اللي لاحقت بالعراق مؤخرا واحتلال داعش لكثير من المدن العراقية أدى إلى مثل هذا التجاوز على القانون أو الاعتداء السارح على منظومة حقوق الإنسان في العراق، وربما في لبعض الجماعات أو بعض الأقليات خلينا نحكي اللي بيدخلوا أصلا ضمن المكون العراقي، سواء كنا اليزيديين الصابئة المسيحيين، يعني بالمحصلة ربما يشكلوا هذول أعداد أقل من نسب الأعداد الآخرين. فهذا حقيقة بعتقد بسبب ظروف الحرب وبسبب داعش، وجود داعش بهذه القوة وهذا الحجم وتأثيرها وسيطرتها وهيمنتها على كثير من المناطق العراق، نعم، أدى إلى مثل هذا وأدى إلى غياب القانون وأدى أيضا إلى احترام سيادة القانون وأدى إلى غياب دولة المؤسسات. وهذا يعني سبب أو جعل لداعش وغير داعش ومن هي أو من هم على شاكلتها، ومن هم على شاكلتها، أدى إلى إلى حدوث وقوع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة على حقوق الإنسان. لا طيب هذا دكتور شنو ممكن يعني نعم دكتور، لكن هذا شنو ممكن ينعكس بالتالي على المجتمع العراقي نفسه عندما يكون مكون رئيسي يعني مواطنين عراقيين، يعني خلينا نحكي بصراحة ودائما نقول احنا لأنه المسيحيين هم أصحاب الأرض في يعني في مناطق العراق، على الأقل في محافظات الشمالية، لما يكون هيك مكون عندنا اليوم يتم استهدافه بصفة مباشرة، هذا شنو ممكن يأثر إذا كان بالنسبة لديموغرافية المجتمع، بالنسبة لي حتى يعني العمل الحقوقي أو الإنساني في العراق؟ بطبيعة الحال يعني استهداف أو أي فئة أو شعور أي فئة بعدم الأمان والاستقرار، يعني حتى لو كانت مكون رئيسي ومكون أساسي في أي دولة، هذا حقيقة بيؤدي إلى حالة هروب. يعني إحنا بنشوف مثلا أي اضطهاد، عمليات اضطهاد لأي فئة لأي مكون في أي دولة، هذا بيسبب عمليات تدفق وهروب، يعني بحثا أو هربا أو طلبا للأمن والأمان والملذات الآمنة، كان يخرج من الدولة يعني حتى يبحث عن أمن وأمان واستقرار. طيب إذا كان مستهدف بحياته، مستهدف يعني في هنالك شيء يشكل خطورة على وجوده وعلى حياته وعلى كينونته وعلى دينه، شايف؟ فهذا بطبيعة الحال هو رسالة غير يعني مؤشر سلبي. يعني إذا كان مثل هذه ظاهرة موجودة في أي دولة لدى أي دولة، فهذا مؤشر سلبي على عدم وجود الاستقرار. الآن لاحظنا مؤخرا للأمانة بأنه منطقتنا العربية في ظل ما بعد الربيع العربي وتداعياته السلبية على المنطقة العربية وعلى أوضاع المنطقة العربية وأوضاع حقوق الإنسان، هذا أدى إلى هروب وأدى إلى تهجير أعداد، يعني تهجير إرادي مش لا إرادي مش قصدي، يعني من قبل المسيحيين في بعض المناطق، وربما في بعض مناطق عربية أخرى كان في هنالك تهجير قصدي، شايف؟ لكن بالمحصلة كان هنالك تهجير لهذا المكون في كثير من المناطق، ربما حتى في منطقتنا في منطقة بلاد الشام في مناطق يعني أخرى. دكتور أيضا اليوم أكو تهجير في مصر بالضبط، في سوريا، في العراق، في الكثير من البلدان، في مصر أعداد كبيرة، صحيح، يعني بسبب العمليات خلينا نقول الإجرامية وما يسمى بالإرهاب أو التطرف العنيف، شايف؟ أدى إلى هروب أعداد كبيرة من هذه الفئة من الإخوان المسيحيين اللي أصلا هم بشكل جزء أساس ورئيس ومكون أساس ورئيس في المنطقة العربية، وبجزء ربما حتى لهم وجود أقدم من المسلمين إذا بدنا نحكي عن الأديان، نعم، في المنطقة العربية. على جميع الأحوال أخي الكريم، هو هذا بيكون دائما في الدول اللي ما بتتمتع بالقدر الكافي من حالة الأمن والاستقرار المؤسسي والاستقرار القانوني وتطبيق القانون. لما بتستوي هاي الحالة
لدى اي دوله هاي الاشياء يعني او هاي الانتهاكات تبدا تنحصر وتتلاشى تدريجيا. بعتقد مره اخرى بسبب الظروف اللي مرت فيها العراق مؤخرا من ربما داعش وغيره وعانت ما عانت من الارهاب وما تبعه من اثار سلبيه على حاله حقوق الانسان مش بس فيما يتعلق بالمكون المسيحي بل بالحاله الاوضاع الاقتصاديه المعيشيه الظروف الحقوق المدنيه السياسيه شايف كلها شكلت يعني حاله غير ايجابيه لدى الدوله العراقيه فيما يتعلق بهذا المحتوى. فبعتقد يعني الان كل ما كان هنالك دوله مؤسسات ودوله قانون وكان في سياده للقانون وتطبيق للقانون وفي مؤسسات رقابة ومؤسسات نزاهة وطنية في قضاء نزيه ومستقل وقوي كل هذا من برلمان حر ونزيه أيضا ويطلع بسلطاته الدستورية من رقابة وتشريع في إطار المواطنة الصالحة اللي بتكفل وبتحمي كافة المكونات بغض النظر عن الدين عن اللغة عن العرق بغض النظر عن الاختلاف. بعتقد في مجتمع مدني ودولة مدنية وفيها مؤسسات فاعلة وقوية وقضاء أيضا مستقل ونافذ وعدالة ناجزة هذا بحقق بطبيعة الحال حالة من الأمن والسلم الاجتماعي وبحافظ المجتمع على كافة مكوناته بغض النظر عن خلفيته وعرقيته. نعم دكتور أمجد شموط مدير مركز العربي لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لحضرتك. نأخذ اتصال عندنا يلا ويانا اتصال منو أبو صهيب من عمان تفضل أبو صهيب. طيب طبعا يمكن فقط أشير إلى أنه كشفت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان عن أعداد المفقودين في العراق من مختلف الطوائف. طالبت الجمعية الحكومة العراقية بحماية أبناء المكونات كافة وبينت أن قوى الشر والجريمة عادت إلى وسائلها الإرهابية المعروفة اللي طبعا إحنا كنا نذكرها من خلال الحرب الطائفية وغيرها. كان هنالك من أساليب استهداف مباشر لبعض الأقليات والأديان وحتى يعني الطوائف كان بصفة مباشرة. يعني رجع أبو صهيب. طيب أبو صهيب تفضل. يا أهلا وسهلا بك الله يحفظك. الأقليات يا هم من عندهم الأقليات إحنا ويا الأقليات ولا ويانا. طيب ما أدري ما أفهم سؤالك يعني. إحنا حطونا ويا الأقليات وجت فترة هذن الأحزاب مالت الدعوة وهاي قضت على المسيح وعلى الصبة وعلينا ويانا خلونا بيا خانة. هسه هم يقول لك الأكثرية هم الأكثرية وإحنا الأقلية. إحنا هيك كان هسه عنا ترى محسوبين. طيب انت شلون تشوف اليوم الاستهداف اللي يعني للفئات لاديان ل يعني ممكن طوائف اليوم بالعراق استهداف المباشر لها شو ممكن تشوفه هذا؟ والله استاذ داء راح تتفاجئ بعد الانتخابات راح تفاجئ مفاجاه مخيفه. اللي حضروهم بالخيم ترى راح يطلعوهم خلي بالك. هذول ماكو سلم قاعدين بالخيم وبالهذي هذول كل ما يطردوهم. طيب او اشك لا تستعجل. يعني هسه ماذا تعرف رجلها من حماها الله وكيلك المشهد مو اسود ابو الاسود هماتين. انا اتمنى من قناتك تنصح الناس لا حد يروح ينتخب لا يظلون بذمتهم خطيه ولا ثام برقبتهم هذول اي واحد ينتخب ويسوي خطيه ولا ثام برقبته. اليوم قاعدين يفترون على عندك مسجون انا اطلعك اياه عندك فرانشي انا اسوي لك اياه عندك صمه تموينيه هاي 250 دينار ماكو؟ ايه شايف؟ هسه قاعد يفترون الكرابله يمنا بالفلوجه بالرمادي. طيب الكرابله وال ذولا ماكو الحبربشيه قاعد يفترون ينطون فلوس واحنا نطلع لك طيب. ويطشون سبيس بالقاع ترى راح نعلي بيوتكم. اي هاي مو حكينا عليها هاي حكينا عليها الوعود هاي اللي ممكن تصير هاي مثل حال الوزع سمك ودجاج بوحده المحافظات الجنوبيه قبل اليوم يعني. المشكله الدجاج دير بالهم بلاونز الطيور بي ترى من ياكلون حوبه الناس فيهم. طيب تحياتي لك ابو صايب شكرا جزيلا لحضرتك. يلا طونا ابو زكريا. ابو زكريا تفضل. ابو زكريا من كركوك اهلا وسهلا بك. وظلون ان شاء الله نسمع صوت من حد ما نموت لان انتم اصوات الوطنيه وتحبون الله يخليك
العراقيين وهم العربيه ابي فداء والله العظيم معناه انهم طلعوا حصيد 83 سنه والله العظيم حياتي ما عرفت الطائفيه ولا عرفنا المسيح ولا عرفنا كل ما ادري شنو كل كنا ناكل بماعون واحد والله العظيم 2004 2003 دون هذول السياسيين خلوا طائفيه يعني شوف البيت المسيحي ايش ماله 200 مليون يدق باب عليه 20 مليون لازم تطلع تضحك الكل كذا الفادي كذا يعني والله افضل من هيك حكومه يعني دول هيك حكومه عندها ميليشيات عصابات ويطلع دكتور العبادي احنا راح نسوي القانون فرض القانون نقص ايده والله ما شنو واحد من هذول الحراميه طلعوهم على التلفزيون يحاكموهم هذاك اليوم جابوا هذا فلا عزوي ثاني وجابوه قابضا حتى قاعد وين اللي مالك يفعل السجون كذا كذا لانه واحد يحب الاخ والله العظيم تراني انا على نيتي نعم بالله صح. العظيم هذول باعوا العراق والله طيب. باعوا العراق خمس ملايين ملايين ما تجمعهم بالخيم وما خيم وخارج العراق ايش خلوا بالعراق هذول الموس العراقيين لازم ما تجمعهم والموس يعني انا استحياتي على الشيعه على الشيعه اخوتي هم عراقيين والله بس هذول علموكم علطهم وما لطهم شوف اسجلوهم كلام ميله كهرباء زباله غير شيء عليهم تقوموا انتظروا تقوموا تصيروا مثل مخلص الصابين طيب تقوموا خلصونا من هذا يعني ان شاء الله تكون ممكن اكو خطوات ايجابيه بهذا الاتجاه شكرا جزيلا لك يعني ابو زكريا وطبعا كان يعني على اتصال مباشر ارجع لك ابونا يمكن ردود الافعال اليوم هواي عاليه بالنسبه لهذه الجريمه قد لا تكون هي يعني اتمنى ان تكون الاخيره لكن هي لم تكن اول جريمه اليوم انتم ايضا كرجال دين يمكن انا احكي بهذا الجانب اليوم شو ممكن تهيئ او على اقل تقدير تسحب هذا الغضب اللي يكون موجود عند بعض المسيحيين باتجاه مثل هكذا جرائم يعني اليوم كل يعرف عندما يتم استهداف شخص قد يكون هو أخويا ابن عمي صديقي أكيد. يكون هنالك من فورة غضب في هذا الجانب وبالحفاظ على أنه أنت تبقى جذورك في العراق يعني أكيد واحد يشعر بالغضب واحد ممكن بس حتى الغضب اللي يشعر به الشخص ما هو من أجل أن ياخذ بيده الرشاش ويطلع ينتقم ايضا ينتقم او غير شيء اكيد الغضب بعدين يحاول يسيطر عليه من خلال الايمان من خلال الصلاه من خلال انه يحاول ان يعني شويه شويه تبرد هالامور اكيد اللي يفقد انسان عزيز ما ممكن ان ينساه ولا ممكن ان يتخلى عنه ولا ممكن لكن الشيء الاخر اللي ممكن ان نطالب به اذا نفقد الغضب يعني اذا واحد يغضب يطالب بانه وين الحقوق صح. شنو اللي صار من تحقيقات من إجراءات إذا لزمت العصابة أوكي هي كانت عصابة زين ليش استهدفت العصابة استهدفت شخص مثلا كان أعزل كان كبير بالعمر كان, 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 كان غني أوكي لا ما حتى بس الأغنياء يعني في كثير من الأغنياء ليش استهدفوا هذا الشخص الغني ما استهدفوا شخص آخر غني صح. فكل هالأمور بعدين تبين من خلال نتائج تحقيقات يعني إذا أنا أعرف خلنا نرجع شوية لي وراء إلى كنيسة سيدة النجاة نعم يعني صحيح يعني إيش صار من هذول هذا كانت هي يعني يمكن قد تكون أكبر مجزرة يعني أكبر مجزرة بتاريخ العراق إيش صار من هذول اللي قاموا بالعمل يعني أوكي لزموهم ما لزموهم ذبوهم بالسجن لو طلعوهم كفالة لو لأنه صار قانون إعفاء فهم كانوا غير مشمولين بالإهراف فإذا طلعوا براءة وهسه يتمشون بالشوارع براحتهم يعني أكو كثير من الأمور الإنسان لازم أيضا يفكر بها بهالأسلوب يعني أكيد الله يرحم اللي توفى واللي استشهدوا لكن كمان ما ممكن أنه أوكي كل خمس دقائق يقوم واحد يقتل ويقول خلاص أنا هم باشر بعد باشر راح أطلع من السجن أو راح أدفع فدية أو راح أدفع فشي فهي هذه المشكلة أنه كيف النظام هو يكون السائد كيف أنه الدستور هو اللي يحكم كيف أنه أنا أعرف إذا أطلع من بيتي حتى أنزل السوق أشتري لي كيلو خضار أو أشتري لي كم قرصة خبز أرجع للبيت بدون ما أنحدى
يقتلني او يضربني رشاش او شيء اخر يعني ممكن يستهدف بطفل مباشره يعني. فهي هاي المشكله اللي ممكن انه طيب خلينا نحكي شوي على الموصل. في الموصل كان يعني قد نقول هي الاعداد الاكبر اللي كانت موجوده الحقيقه يعني من المسيحيين في سهل نينوى، وداعش كان ينظر الى يعني الديانه المسيحيه بانها ديانه مخالفه لتعاليم الدين، يعني ممكن هذه خاصه بايديولوجيته اللي هي يعني لا تثبت للاسلام بصلة ابدا. كيف كان هنالك من تعامل مع هذا الجانب؟ بالبدايه ما كان اكو اي يمكن سلبيه باتجاه المسيحيين من قبل داعش، بعدين تفاقم يعني الأمر بعد السقوط كان في سلبيات كثيره. يمكن انا ككاهن كنت انزل على مدينه الموصل، يعني كان صعب انه امشي هيك لابس هاي الملابس زي وزي كامل، كنت طيب. يعني البس اعتيادي وانزل بالشارع حتى اشتري غراض، طيب لانه كان اكو استهداف ايضا ضد المسيحيين ولازم يعني هم من اول ما دخلوا للموصل كان حتى استهداف؟ قبل دخولهم يعني كان اكو استهداف، لانه جوز كان عندهم خلايا نايمه وكان هو نفس الناس صحيح. اللي كانوا موجودين يعني. خلينا نتذكر هسه احنا نمر بالذكرى العاشرة لاغتيال مطران فرج رحو كان بالموصل، قبل ايضا كان اكو قس رغيت وقبل ابونا اسكندر وغيره وغيره وغيره، يعني اكو ناس اختطفت واستطاعت ان تدفع الجزيه وطلعت، وكل هالامور يعني كانت تمهد شويه شويه لوصول داعش. ما معقوله اذا موصل بها 3 ملايين او 4 ملايين شخص اذا هم معتدلين، ما ممكن انه 2000 شخص او 3000 شخص صح يغير كل مجرى المدينه وكل مجرى الامور اللي صارت. فما لكن اكو فكر، هالفكر للاسف موجود يعني بكل العراق مو بس بالموصل، انه كثير من الامور ده تجري على هالافكار، وهالافكار اكيد ما ممكن انه واحد يتخلص من عندها اذا ما يبدي من هسه يمنهج، اذا كانت مناهج دراسيه واذا كانت مناهج صحيح. ثقافيه واعلاميه وملتقيات وغيره. فهذا الشيء هو اللي ساعد انه يمكن شويه شويه الانسان يتحرر من هذا الفكر المتطرف والمتزمت حتى الانسان يعيش بعدين ان شاء الله. طيب خلينا ناخذ اتصال ويانا جابر، تفضل يا سيد جابر. طيب وين سيد جابر؟ طيب اعود للخبر اللي خاص بالجمعيه العراقيه، قالت انه عصابات مسلحه تمتلك سيارات حديثه وأسلحة قامت بعدد من جرائم الخطف والقتل في مدة أقل من شهر في تحد صارخ للدولة، وموضحة أنها خطوة لزرع الرعب ومرة أخرى في صفوفهم. أيضا الجمعية قالت لأنه بعد عام 2003 شكلت نسبة فقدان العراق لمكوناته كانت كالتالي: 81% بالنسبة للمسيحيين، 94% بالنسبة للمكون الصابئي، وأيضا 8 أو 18% من الأزيدين، والأعداد في تزايد ليس في نقصان. يعني حتى يمكن ناخذ اتصال. اتصال جابر، سيد جابر تفضل. تحياتي لك ولضيفك الكريم اخي بدار، الله يخليك، وياك القانوني جابر الجابري. اهلا وسهلا بك. بالحقيقه هذه الجريمه الجنائيه تضاف الى كل الجرائم التي مرت بها البلد من فساد ومفسدين، اما مصير الاقليات بالعراق هو قد انتهى منذ سنه 2003، والحكومات المتعاقبه او الحكومه الحاليه لم تعالج امورهم الامنيه وضمان حقهم في المواطنة، وأخص المكون المسيحي الذي غالبا ما يكون مستهدف من قبل الأحزاب الدينية التي يعاني منها الشعب العراقي، التي بينما أن المسيحيون هم أقدم الشعوب التي سكنت العراق منذ القدم. يا أخي كل دواشور، ولو رجعنا الى الواقع التاريخي استاذ بدار هم اهل العراق، اما القبائل العراقيه العربيه عفوا التي احتنقت الاسلام فقد جاءت نازحه ومهاجره الى العراق صحيح. وهذا تاريخ سواء من اليمن او من الجزيره العربيه ونجد والحجاز. وبالتالي وقبل ختام كلامنا نقول للحكومه العراقيه: اتقوا الله بأبناء مريم وأطفل لهم الحماية بدلا من تهجيرهم ومصادرة أملاكهم وأغلاق محلاتهم التي هي مصدر رزقهم
ومعاملتهم على غرار معاملة اليهود العراقيين في مطلع الخمسينيات الذين غادروا العراق وتركوا العراق وتركوا الجمل بما حمل. طيب شكرا جزيلا لحضرتك. عندنا اتصال ثاني. سعد بالكويت، تفضل يا سعد. يا هلا بك يا استاذ، تحياتي لك وتعاملك الراقي. استاذي بالنسبة للأقليات، أنا أعتقد ما فيه أقليات إلا في الدول الأوروبية المسلمة. أيضا يا استاذي نتمنى لك التوفيق والنجاح، تحياتي لكم. شكرا جزيلا لك يا سعد. شكرا. أبونا، ليش دائما ما أنا لاحظت الحقيقة من خلال يعني البحث عن الجرائم اللي استهدفت المسيحيين، دائما ما تؤخذ إلى أنه هي قضية جنائية وليست إرهابية؟ يعني تعتقد أنه هذا قد يكون أيضا يعني جزء من الاستهداف المباشر؟ أكيد. يعني ليش احنا قبل شوية قلنا ليش أوكي إذا هي سرقة، إذا هي جنائية، ليش استهدفوا هذا الشخص الأعزل اللي ما عنده أي شيء، حتى لو كان غني؟ ما بعرف يعني إذا كان غني أو لا، ما كل التجار وكل الأغنياء موجودين ببغداد من إسلام أو من غيره، ليش ما حدا يعني راح يعني حاول أن يسرقهم أو حاول أن يغتصب أموالهم أو حاول أن يقتلهم؟ فإذا هذا النتيجة، لأنه أو هذا الشاب اللي قبل أسبوع كمان طلع وراح يشتري خبز وقتله، يعني أكيد أكو استهداف. بس شنو هي الجهة اللي تقف خلف هالاستهداف؟ شنو هي؟ طبعا أنا بالنهاية حتى نخفف الزخم، حتى نخفف الغضب، حتى نخفف أوكي جريمة جنائية، ما هي إرهاب، ما هي قتل يعني متعمد ضد جهات معينة أو ضد طائفة معينة أو ضد. وأكيد هذا الشيء كله إذا نرجع لأصوله، أيضا الدستور العراقي عنده دور كبير بهالخلل اللي صاير في حياة العراق. صح، لأنه دستور طائفي، دستور مقسم. أنا هلأ قبل كم سنة إحنا كنا يمكن نضحك من كنا نسمع بدون. صح. ليش؟ لأنه البدون كانوا الأشخاص اللي يعيشون بالكويت بدون ما أن يكون عندهم هوية أو كل شخص تملك هوية الانتماء إلى دولة. بس هسا إحنا كمسيحيين خاصة سريان كاثوليك إحنا أو السريان عامة إحنا بدون، لأنه حتى بالدستور ما مذكور اسم السريان. ورغم كل التواجد اللي موجود والثقافة وغيره وغيره وغيره، لكن مع هذا انشالت كلمة السريان، لأنه يمكن خلص هذولا لازم نشيلهم من الدستور، وبعدين أيضا نشيلهم من الواقع من العراق من الحياة. فأكيد أكو هيك يمكن مخطط، يعني تحس بس من وراء هذا المخطط، تحس أنه هذا الموضوع مخطط إلى أن يعني في وقت معين لازم يكونوا غير موجودين. ممكن لأنه هسه يعني يعني الرقم ده أشوفه 81% يعني المسيحيين باشر بعد باشر، إذا تطلع الهوية البطاقة الموحدة شو راح يكون تبوا لي اسمي أنا؟ يعني أنا كسريان كاثوليك أو كسريان بغض النظر أو كأرمن، ليش ماكو اسم الأرمن بال ضمن الدستور؟ يعني هل ما هم عراقيين؟ هل ما هم أبناء بلد؟ هل ما هم خدمة البلد؟ هل ما هم حاربوا وناضلوا من أجل هذا البلد؟ ولا هم أجوا هيك يعني دخلوا بقدرة قهدر مثل ما يقولون؟ طيب يعني يمكن الحقيقة هي يعني قضية قد تكون يعني مدمية للقلب، والله يعني بيكون هيك جانب أدنى إحنا، وقد يكون هو استهداف مباشر لديانة. وأنا يمكن خلال حلقة هاي ثلاث مرات راح أقولها، لأنه هم أصحاب الأرض، هم الأصحاب الأصليين لهذه الأرض، ولكن يبدو إنه يعني أكو من جهات تحاول أن تقوم بهذا العمل. لكن بالجانب الآخر، تعتقد إلى أنه اليوم الباقين 19% في العراق، ويعني يبدو أن هذا 19% الباقي حسب الإحصائيات عائلة الدكتور تم استهدافه وهي اليوم تنزل من هذه النسبة، تعتقد ذولي راح يبقون أكثر يعني من خلال يعني لو خلاص إذا تبقى الأمور هيك أكيد ما راح يبقون حتى يعني 19 حتى 1% ما راح يبقى. ليش؟ لأنه على سبيل المثال حكينا عن الموصل، حكينا عن تحرير. نعم. منطقة قرقوش منطقتي هي الحمدانية، تحررت قبل سنة ونص تقريبا. طيب يعني للأسف حتى تأخذ بنزين أنت تلزم سرعة البنزين خانة 6 ساعات و7 ساعات. ليش؟ يعني فالشي صعب. ماذا نحكي عن الشوارع وعن المدارس وعن الكهرباء، يعني تشعل أبسط الخدمات وعن يعني شنو السبب أنهم ماذا يوفرون الغاز والغاز والبنزين؟ يعني شو الرادلة؟ طيب بيننا وبين البيجي 200 كيلومتر. طيب
يعني محل ما تطلع مثلا شاحنه واحده بالاسبوع خل تطلع شاحنتين صح وتخفف الازمه وخلاص اللي يدخل على البنزين خان يسوي بنزين ويطلع ليش يبقى نص نهار حابس نفسه وبعدين يجون المسؤولين ويجون الكبار اللي عندهم مواسطات يدخلون ياخذون بدون سرعة فهاي يعني هاي ابسط الامور اللي ممكن انه اي انسان بدون ما يكون عنده ثقافه وعلم وسلطه وغيره يحلها لكن اكيد اكو اشياء ما تراد تنحل يعني ليش حتى الانسان يضوج من الاوضاع الموجوده كهرباء ساعة بالنهار يعني خلال 24 ساعة 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 واحدة 23 ساعة 23 ساعة مقطوعة المي إذا يجي بالأسبوع ويجي طين البنزين حكينا عليه والغاز والغاز نفس الشيء فأنا ليش أبقى بهالأمور حتى وإن كان بيتي حتى وإن كانت أرضي يعني شنو اللي يجبرني أنا أبقى ليش ما أطلع يعني ما يعني ماكو يعني خلينا نقول ابسط مقومات يعني ابسط مقومات هاي مو يعني عدل الامان يعني هاي عدل الامان يعني حتى الامان اذا انا اطلع ارد اتسوق او اطلع ارد اسوي متاجره او شيء او شيء كيف يعني مع منو راح اتعامل وكيف راح اتعامل من راح يحميني طيب يعني انت كيف تنظر اليوم الى الاشخاص اللي وحقيقه طبعا اكو سياسيين مسيحيين يتحدثوا عنه يعني يتم اعلان سهل لينا ومحافظه ونفس الشيء يعني محافظة شنو فرقها بين قرية وبين محافظة وبين ناحية وبين قضاء يعني بالنهاية هل المحافظة راح يكون لها جيشها الخاص ودباباتها وطياراتها حتى تحافظ عن تحمي نفسها لا يعني هي المشكلة يعني وخاصة احنا كمسيحيين يعني ما عندنا هالتوجه العسكري أو يعني ناس مسالمين والكل يشهد بهذا الشيء يعني صحيح. يعني حتى شنو الميليشيات او التحشدات اللي تصير هي مجرد مسك الارض بس كمان حتى مسك الارض اذا بتجيك قوه اكبر من عندك انت شرحت تمسك الارض او شرح تسوي يعني صحيح. انت قاعد بيتك عندك خلنا نفرض عندك رشاشه وكثير ما عندنا ما عنده لا مسدس ولا رشاشه ولا بت يجي لك واحد عنده ار بي جي 7 شرح تسوي به ما مستحيل يعني يعني فرق القوه اكو هالفرق بين القوه يعني حتى بغض النظر كثير من الناس يقولون ليش ما تحامون نفسكم ليش ما تدافعون عن نفسكم يعني لعد شنو دور الجهات المسؤولة لا خصوصا ان الثقافة المسيحية يعني قائمة على اساس السلم وعلى اساس المحاباة السلم يعني الاجتماعي يعني ليست بالثقافة العنيفة اللي ممكن واحد ممكن ياخذها بالجانب طيب تعتقد اليوم انت تحدثت عن تمثيل المسيحي في بالدستور او حتى بالحكومة تعتقد اليوم التمثيل المسيحي وفق بمجلس النواب يعني حتى لو اكو تمثيل ايش قد راح يكونون النواب 5 10 20 من مجموعة شقد 328 شنو راح يكون صوتهم أكيد إذا نحكي عن الانتخابات أنا ما أحبذ أن واحد يترشح لأنه مسيحي أو واحد يترشح لأنه يتبع الطائفة الفلانية والملة الفلانية والحزب الفلاني أنا أحب أنه أنتخب عراقي يحكي باسم العراق يشتغل من أجل العراق يحاول أن يصعد العراق ويطلع من هالأمور اللي دا تعيشها إذا كان فساد وإذا كان عدم أمان وإذا كان تدهور اقتصادي إذا كان من هذا الشيء فهل الأشخاص اللي احنا نحتاجهم أن يكونون فعلا هم اللي يقودون الوطن وهم اللي يمثلون البرلمان بغض النظر عن كان مسيحي أو كان يهودي أو كان صابي أو كان مسلم أو كان وكان إذا أكو هاللحمة فأكيد اللي يصعد على البرلمان راح يشوف نفسه مجبور أن يشتغل ضمن هالخط اللي يكون بس عراق ويكون بس وطنيته من أجل هالتراب من أجل هالوطن مو من أجل جهات خارجية أو جهات أخرى مشاريع شخصية وتجارية وغيرها نعم طيب سمي مخرج إذا ممكن طبعا كان هناك من زيارة للسيد وزير الداخلية قاسم العرجي إلى عائلة الشاب اللي قتل في منطقة النعرية شوف طبعا هو لقاء بعائلة الفقيد اللي قتل في أيضا طبعا في ظروف مجهولة واعتبر الموضوع جنائي ردود الأفعال أرجع لها أيضا كان هناك من مواقع الإلكترونية تحدثت عن ردود الأفعال اللي موجودة في يعني حول هذه الجريمة البشعة جدا اللي كانت موجودة طبعا وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي منها تويتر وهنا طبعا نشوف لأنه باتريك كيلدان بالعراق والعالم كان قد صرح في مقتل العائلة المسيحية دليل وجود خلل بالمتابعة الأمنية وأيضا عزى باتريك كيلدان في العراق والعالم لويس ساكو إلى أنه مقتل العائلة المسيحية في منطقة الغدير وهو يعني جائز إلى وجود خلل في المتابعة الأمنية وملاحقة الجنات
كل المطالبات كانت على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة أن يتم تقديم هؤلاء العصابة أو هؤلاء المجرمين إلى القضاء حتى ممكن يعني على الأقل يكون هنالك من اقتصاص منهم، وخصوصا نحن مقبلين على الانتخابات، فإذا كانت بدايتها مع المسيحيين فكيف راح تكون نهايتها؟ أبونا يمكن سؤال أخير، اليوم أنت يعني رجل دين وأنت اليوم جزء من هذه الديانة الرائعة جدا، شنو ممكن اليوم تقدمه كرسالة أو شنو ممكن اليوم تقول من كلمة؟ يعني رسالتنا تبقى دائما هي كلمة السيد المسيح من يقول أحبوا أعدائكم وصلوا إلى مبغضيكم وباركوا لعينكم. يعني أكثر من هالكلمات ما ممكن أنه مسيحي يلقى حتى يعيش أو يكون عنده أمل ورجاء في هالظروف اللي محيطة بينه. طيب يعني أتمنى إن شاء الله أنه أتمنى أن تكون هذه آخر جريمة إن شاء الله. طبعا مشاهدين يمكن إحنا ما بقى لنا وقت من حلقة هذا اليوم، لكن هي قد تكون رسالة نوجهها إحنا إلى كل اللي يتابعون اليوم في خلال هذا البرنامج. أولا يعني يمكن أقول إلى أنه الديانة المسيحية من غير المعقول أن نسميها أقلية، ليس بسبب الأعداد، ليس بسبب التواجد، ليس بسبب القوة، ليس بسبب النفوذ، ليس بسبب أي تفصيلة أخرى ممكن تكون موجودة. المسيحيين هم أخواننا موجودين في العراق منذ القدم. أرجع أقول هذه الكلمة اللي هي أن هم أصحاب الأرض، وكل القبائل العربية جاءت يعني في عملية هجرة من شبه الجزيرة العربية باتجاه منطقة العراق، فلذلك هذا التآخي وهذا التواجد وهذه الإيجابية التي كانت هي موجودة ضمن المجتمع العراقي مع الأخوان المسيحيين الشبك الصابئة اليزيدين كل اللي الطوائف والأديان اللي موجودة اليوم في العراق، هو كان تعايش سلمي على أساس الاحترام المتبادل ما بين الطرفين. فإذا كان هنالك من أشخاص وهم تحديدا أصحاب القرار إذا كانوا مسؤولين أو سياسيين يحاولون زرع مثل هكذا فتنة أو محاولة لزرع مثل هكذا شك والتجريم لهؤلاء، وطبعا بالمناسبة داعش لم يعني يوفر جهدا في أن يكفر كل الأديان وكل الطوائف وأن يجعل فقط من نهج داعش هو شيء إيجابي، فلا يعني يمكن نقول أنه لا يمكن استثناء من يحاول أن يقوم بذلك. يعني اليوم اللي يمكن يقوم بقتل كل يعني جزء من دول الأشخاص أفراد من الطوائف من الأديان فهو يعني لا يختلف تماما عن داعش. العراق للجميع، العراق لكل الأديان، والعراق هو عبارة عن لحمة وطنية واحدة، فإذا أكو كم سياسي يعني يحمل في داخل الضغينة وكم سياسي جاهل، كم سياسي من الموجودين في يعني سدة الحكم، كم واحد من دول الأشخاص يحاول أن ينتقص أو أن يكون الجزء السلبي في هذه العملية، فأحب أقول لك لأنه أنت تشير إلى نفسك وكل إناء بما فيه ينضح. إذا كنت أنت شخص سلبي احتفظ بين نفسك، للعراق للجميع، مو إلك ولا لعشيرتك ولا لخلفك. شكرا جزيلا، هاشتاغ بالعراق انتهى، نلتقي دائما على خير اللقاء.